داخل الشعب يضايقوا الناس. واحد يقول لك ترحل الحكومة ولا عزل الحكومة ترحل، نشتري غاز ونشتري بنزين ونشتري بترول ونشتري كرسي. طيب هذا فوضى. يعني احنا اذا تكاتفت الجهود ووقفنا وقفة واحدة لمواجهة هذا التحدي ستنتهي الأزمة. لكن اذا احنا حنبقى غير متفرجين ونعمل مسيرات صراحة ما ينفع. هم الان بيسلحوا، الان هم بيحاصروا المناطق، بيهاجموا النقاط الأمنية. اوقفوا بأنفسكم دفاعا عن وجودكم وعن وجود امن واستقرار الوطن. تتحدث معهم تقول لهم طيب بتسقطوا المناطق وتتأمروا على السلطة المحلية وعلى الجيش، وبعدين قالوا بعدين يحلها حلال. ايش حيعرفك انك حترجعها ظلموت بعد ما تسقطها؟ ايش عرفك اني حتعدي لك؟ ايش عرفك ان الجنوب حيرجع لك؟ ايش عرفك ان صعطب بتعود لك؟ خلاص اذا سقط صارت فوضى. كل واحد حيعود الى قبيلته وحيشل البندق ويروح عند قبيلته. وصومال جديد، صومال جديد اذا ما نوقف ونثبت الان ولا زلنا في ظل شرعيه دستوريه وتتماسكوا وتتحملوا مسؤوليه. نعم اسهروا الليالي وتعبوا في النهار من اجل مصلحه البلد، اما نخزن ونكيف ونصدر بيانات ونحلل ونقدم مقترحات. عندي والله ملان المكتب حقي، ملان مقترحات ولا مقترحات. كل احد يخزن وعنده كيف يعني يعتقد انه رايه هو الصائب والثاني ما يفهم. قدمنا الحلول، وافقنا لهم على النقاط الثمان حق العلماء، على عدم التوريث والتمديد في مجلس النواب، تشكيل حكومة وحدة وطنية، إعادة صياغة الدستور على أساس نظام برلماني، تشكيل لجنة عليا موافقين. لا رافضين هذا الكلام كله. تعال شكل لجنة عليا للانتخابات، تعال نعدل الدستور، تعال نشكل حكومة وحدة وطنية أو حكومة وفاق وطني تدير العملية الانتخابية، وتعال نسير إلى صندوق الاقتراع، تعال ممكن ندعي إلى انتخابات مبكرة للرئاسة وللبرلمان. تعال المهم نجنب الناس إراقة الدم، نجنب الناس الفتنة. إذا سارت فتنة لن تتلفلف، لا أحد يعتقد أنها بتعود كما كانت عليه. إذا سارت فتنة هتكون فتنة قبلية طائفية مناطقية كل شيء. هذا الزخم الذي ينتو فيه، الزخم الديمقراطي، الزخم الاقتصادي الذي حدث، الزخم الثقافي لن يعود. الديمقراطية هم رافضين ويقدموا أنفسهم في المنطقة أن الديمقراطية فوضى، أن الديمقراطية أهو بندفع ثمنها، لا يريدوا ديمقراطية. طيب مسوش ديمقراطية، تعالوا نتفق احنا وانتم كيف نعمل وفاق وطني، جبهة وطنية عريضة تضم كل القوى السياسية، وهذا أساسها اتفاق طرابلس. اتفاق طرابلس من ضمن اتفاق طرابلس هو إنشاء تنظيم سياسي موحد. اليمن ما تحمل التعددية، لكن نعمل جبهة وطنية عريضة. تعالوا نشرككم في السلطة، لا تقولوش ان المؤتمر محتكر السلطة، تعالوا نشكل حكومة، نعدل الدستور، نعدل مادة مواد دستورية. اذا ما تسوش التعددية السياسية ما تسوها، ترفضوها الأغلبية دحين. يعني مش الرئيس والهدف، الهدف الأغلبية. كم أصوات في 2006 حصدها الرئيس مع السلطة المحلية؟ كم حصدوا؟ هذه جابت لهم الجناء. طيب ما نشتش نقصيكم من السلطة، تعالوا معنا على السلطة، تعالوا نبحث مع فنيين ومع قانونيين كيف نعدل الدستور، وبحيث ان احنا نعمل شراكة كاملة، لا احد يقصي حد ولا احد يبعد حد. ما دام التعددية ما امنتوش، انتوا اقلية ما احترمتوش الاغلبية. طيب انت معتصم امام الجامعة،
من 1500 إلى 2000 إلى 10 إلى 20 إلى 25 صلوا يوم الجمعة، صلوا يوم الجمعة، تتجمعوا من كل حدب وصوب على الباصات على السيارات على كذا، وتجمعتوا وقلتوا هؤلاء المعتصمين. احنا بنخرج 2 مليون في تعز، في الحديدة، في حجة، في اب، في البيضاء، في حضرموت، يعني بنخرج بالملايين. لا، هؤلاء أقلية، لازم هم يفرضوا رأيهم على الأغلبية. طيب احترموا الأغلبية. طيب موافقين، تعالوا ابتعدوا عن العنف. واحد، إنه هو حالة التمرد، إنه هو حالة التقطع، حالة التمرد والتقطع في المناطق، عدم الاعتداء على الشرطة، عدم الاعتداء على الجيش. تعالوا على نتفق على حكومة وفاق وطني، وعلى تشكيل لجنة سياسية لإعادة صياغة الدستور. إذا ما أنتش راضين بالديمقراطية والتعددية الحزبية، تعالوا ما عندنا مشكلة، تعالوا نعيد صياغة الدستور، نعمل زي ما تحدث الجبهة الوطنية العريضة. تعالوا كيف نجنب الوطن إراقة الدم، كيف نعيد إلى الطمأنينة في نفوس الأطفال والنساء والرجال. بيوت في حي الجامعة، لا طفل يقدر يروح المدرسة، ولا امرأة تقدر تخرج إلى البقالة تشتري لها أغراض، ولا مريض يقدر يذهب إلى المستشفى، ولا قصبة المياه مقطوعة. التهليل والتكبير والغناء والرقص 24 ساعة، اقلقوا الأحياء. وأسلاما ومعتصما، مش عارف هذه، وأسلاما ومعتصما حتى يرحل النظام. من يرحل؟ يرحل المتآمر. نعم، أي متآمر على الوطن الذي يرحل، أي متآمر هو الذي يرحل، مش يرحل صاحب الشرعية. صاحب الشرعية قال تعال نتفق على كلمة سواء، نتحاور وكيف نتداول السلطة سلميا. تعال حاورنا ونتبادل السلطة سلميا. على كل حال، أنا خلوني أتوجه بالشكر للأخوة والأخوات الذي تحدث اليوم بمصداقية وبحماس وبجدية، فأنا أثمن هذا الموقف الرائع وأقول لهم تحية لكم من القلب إلى القلب. أريد منكم حاجة واحدة، حاجة واحدة ثانية، أن توقفوا إلى جانب السلطات المحلية ومؤسسات الدستورية في كل المحافظات، في المديريات، في الأمن، إلى جانب أجهزة الأمن والجيش، وأنتم تكونوا دعماً. والجيش عدي واجبه، والأمن عدي، لكن عندما يشوفكم مسنبين سنبوا، ما تجلسوش فوق الكراسي، سنبوا مع الشعب، مع الجيش، سنبوا إلى جانب الجيش. النقطة الأخرى قبل نهاية كلامي، أقترح على تشكيل لجنة، وذلك للحوار مع أخواننا الذين هم من أعضاء البرلمان، والذي أنا أدي لهم كلمة جميلة، الذي كان فعلوا ويعني مش أقول إنه مهتزوا، لكن قد أقولها أنه تشكيل لجنة من البرلمان، من الأخ سلطان البركاني والأخ أحمد صوفا وموقت من الماضي وعبدو ردمان وعوض الوزير ومهدي عبد السلام وأحمد الزهيري وياسر العواضي وعبد العزيز كرو ونبيل باشا، هؤلاء يتحاوروا مع زملائهم، ونحن نريد أن يتماسك المؤتمر ولا نريد أن يوجد انشقاق. النقطة الثانية، يقر المؤتمر في هذه الدورة فصل المرتدين، فصل كامل، وبعضهم هم مش في المؤتمر، هم كانوا مسؤولين في المؤتمر، جزء منهم كانوا مع تنظيم الأخوان المسلمين، وجزء منهم ناصريين، وجزء منهم كانوا في حزب سبتمبر. أنا أقول هؤلاء هم مسؤولين على المؤتمر، وكويس أن الواحد يخلص من على كاهلة عبء، يفصلوا من المؤتمر تماما، وعلى الرقابة أن تقدم مكاش ويسلم للجنة العامة، واللجنة العامة تأخذ تفويض من اللجنة الدائمة، فوضوا اللجنة العامة باتخاذ قرار الفصل، قرار فصل كل مرتد
كل مرتد وكل ضعيف وكل مهزوز واصحاب المواقف المزدوجه. هي بعضهم ما هم كانوا مسوسين. تحدثوا بعض الاخوان حديث جميل، حديث جميل. ليش كان يجوا المؤتمر؟ ما هوش جاي عن قناعه، جاي يقع محافظ، يقع قائد، يقع من هذا الشغله. احسن شيء انفضوا من على كاهلكم هذا العب، ارحلوا. اصلك منشق انت مش مؤتمري اصلا، اصلا انت مش مؤتمر، انت جاي تبحث عن فائده. هذا نسميهم المتسوسين. وقد نفضنا من على كهنة عدد كبير جدا جدا منذ ان كوننا المؤتمر في عام 82. يعني انا قلت اذا وسعنا في الحل السياسي وبالحل وجاءت انتخابات ديمقراطيه وحلول سياسيه. انا تحدثت امس مع قناه العربيه وقلت لهم انا لا يمكن افلت المؤتمر الشعبي العام، ما يمكن افلت. حتى هم المعارضه سمعتوا كلامي امس العشيه في التلفزيون، كان واضح. قلنا عادم بشرطه اذا رحل الرئيس من رئاسه الدوله انه لا يكون يتصل، لا يتصل بالناس، نغلق على في غرفه لا يتصل. هذا الخوف ذي في بطونهم، هذا الخوف ذي في رؤوسهم، اعوذ بالله والخوف. يعني ما كان ينبغي عليهم كسياسيين ان يخافوا لهذا الحد. يعني يخلي الرئيس انه يخاف، يقول طيب انا اسلم رقبتي لمن؟ اذا لابد ان اكون واقف وثابت وجامد لمواجهه هذا التحدي. والبادئ اظلم، والبادئ اظلم. فاكرر التحيه لكم وابارك انعقاد هذا الدوره الجميله والاستثنائيه. انا اعتبرها استثنائيه ورغم اني اعتيادية، لكن اعتبرها انها استثنائيه بما سيصدر عنها من قرارات وتوصيات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.